عائشة أني رزقت حبها. قال عن السيدة خديجة، عفوا، عن السيدة خديجة أني رزقت حبها. فأيضا صرح بحبه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، لكن الأحب السيدة عائشة. تمام. بالنسبة لعمل المرء، نحن شوف، الإسلام لم يقل إن بالمطلق المرأة لا تعمل، وبرضو الإسلام لم يقل بالمطلق المرأة تعمل. يعني الحكاية مش مفتوحة هكذا، مش مفتوح الباب على مصراعيه إنها تشتغل في أي شيء وإنها تمنع من أي شيء. لا، الإسلام لا قال هذا ولا قال هذا، إنما الإسلام الذي وضعه أولا المرأة في أشياء متخصصة فيها تعمل فيها، اللي هي في مجالها والتي يحتاجها المجتمع فيها تعمل فيها. مثلا على سبيل المثال طبيبة نساء، طبيبة نساء تعمل، المرأة طبيبة نساء في عمل غير مختلط لا يمنعها أحد. تمام. أيضا المرأة نحتاجها مثلا في المدارس، في مدارس البنات. عندنا نحن مثلا في ليبيا الثانوية والإعدادية المدارس الحكومية مفصولة، مدارس بنات ومدارس شباب. المدارس البنات معلم الذين يدرسون، هيئة التدريس كلها نساء. نحتاجها المرأة في مثل هذه الأمور. تمام. اللي هي من تخصصها. تمام. الولادة مثلا، التوليد. أما نفتح الأمر على مصراعيه هكذا، مثلا المرأة تعمل سكرتيرة، طبعا لا. لأن على فكرة السكرتيرة متاجرة، أنا أقول لك من الآخر، اللي يطلب امرأة سكرتيرة والله لا يتاجر بها. وليش ما يجيب رجل سكرتير؟ عشان الرجل هكذا حيقابله، صباح الخير صباح الخير. أما المرأة صباح الخير كيف؟ عشان متاجرة، عشان تجذب الناس للشركة. يتاجروا بالمرأة والنسوية الفاشلة هذه على أساس تكرم المرأة، والله لا يتاجروا بها. تمام. فعندك السكرتيرة طبعا هذه متاجرة، لذلك يقول لك نريد سكرتيرة طولها كذا، جسمها كذا. وعدي لو قبلوا سكرتيرة بدون مكياج، والله ما يقبلوا لك بدون مكياج، ما يقبلوا لك شيء أبدا. ملابس معينة عشان تجذب الزبائن. فبالتالي الإسلام الذي منعه أن المرأة لا تعمل في الأماكن التي لا تصلح لها، الاختلاط بالرجال، لا تعل، يعني لا تدرس في مدارس شبابية وكذا، ما تعمل في مثلا مصارف فيها اختلاط، اللي يجلس بجانبها الكرسي صباح الخير، صباح الخير حمودة، صباح الخير، لا، أي شيء فيه اختلاط لا تعمل فيه المرأة، إلا في حالة واحدة فقط، إذا المرأة لم تستطع تنفق على، يعني مثلا في نساء زوجها متوفى أو زوجها معاق مثلا لا يستطيع أن يعمل وما عندها أحد ينفق عليها، فتخرج هنا المرأة بحجابها الكامل متسترة تعمل في عمل غير مختلط. إن لم تجد عملا غير مختلط تعمل في عمل مختلط بغرض الحاجة فقط، ليس لأنه حلال وإنما لأنه اضطرار. هنا لأن اضطرار، واضحة هنا المسألة. طيب، لكن برضو مع ذلك كل هذا الإسلام شجع الأصل، جعل الأصل في المرأة وقرن في بيوتكم، هذا الأصل في المرأة، القرار في البيوت. ومش معنى أن المرأة تكون قارة في البيت تنام، لا، المرأة لما تكون في بيتها تنشئ جيلا، تنشئ جيلا. المرأة في بيتها تعين زوجها الذي يعود متعبا من العمل، المرأة في بيتها تجهز أولادها ليذهبوا للتعلم، المرأة في بيتها قد تكون ممرضة، المرأة في بيتها قد تكون شيف، المرأة في بيتها تكون تمارس أكثر من مهنة في بيتها. أنا ضد الذين يقولون، يسأل واحد يقول ماذا تعمل زوجتك، يقول في البيت. ليش في البيت؟ شنو يعني في البيت؟ يعني تتفرج على وجهك؟ يعني ما في البيت تعمل وتتعب وتفعل وتفعل. المرأة الأصل فيها هي إنشاء جيل، وإنما العمل هو للاضطرار فقط، والأفضل أن تكون غير متزوجة هي التي، يعني مثلا واحد يقول لك نحن بحاجة إلى طبيبة نساء، أن تكون طبيبة النساء هذه غير متزوجة. لماذا؟ لأن المتزوجة عندها مسؤوليات وعندها رجال وكذا. أما عن رأيي الشخصي هذا،
أنا أن يوضع رأسي بين سيف أو تحت سيف ولا أقبل زوجتي تعمل. هذا رأيي ولا يحق لأحد أن يعترض، هذا رأيي. الشريعة أعطتني الحق في ذلك. نعم الشريعة أباحت أن المرأة تعمل، أباحت مش فرضت، أباحت أن المرأة تعمل في بعض المجالات المتخصصة فيها وتعمل للضرورة إذا احتجناها، يعني إذا احتجناها فقط. حتى يقول لك نحتاج طبيبة نساء، طيب تحتاج طبيبة نساء، مش كل النساء العالم تخليها طبيبة نساء. يعني في كل منطقة نحن كم نحتاج طبيبة نساء؟ كل منطقة نحتاج طبيبة نساء واحدة. شوف كلية الطب كم واحدة داخلة فيها، 1000 واحدة ولا 2000 واحدة داخلة في كلية الطب، وما يدخلنش أصلا تخصص نساء، أصلا ما يدخلنش تخصص نساء. أنا لست، أنا أتكلم عن شخصي أنا، لا أنا زوجتي لا أقبل أن يتعمل لأسباب شخصية لي أنا، خاصة أسباب شخصية أنا خاصة بي أنا، لأني أنا أحتاج إلى زوجتي أن تبقى في البيت، تعيني في البيت، تعين أمور، تفعل الأشياء في البيت وكذا. أنا أريد أن أعود من العمل أجدها أمامي في البيت، هكذا أنا رأيي، هذه عقليتي. تقول متخلف، تقول رجعي، تقول بدعي، تقول قل ما تقول، أنا هذه عقليتي. أنت تريد زوجتك تخرج وتعمل، تحر يا أخي، بينك وبين الله عز وجل ما لي علاقة بك. أنا بيّنت الحكم الشرعي بشكل عام، وأنا اخترت أمر يعني وجها من وجوه الشريعة في هذه المسألة. ومش معنى هذا أني أحرم زوجتي من الخروج على فكرة، لا لا، في فرق بين الاثنين. لا أنا أتسوق أنا وأهلي، أخرج أتسوق أنا وأهلي، نخرج أماكن للسياحة وكذا، ما أمنع زوجتي، لكن عمل لا عمل. أنا أول شيء لا أقبل أصلا أن زوجتي تنفق علي، لأن أنا لا أقبلها على نفسي أن امرأتي تنفق علي، لأن أرى مش أرى هذا هو الواجب أصلا، أني أنا الواجب علي النفق على زوجتي، مش هي الواجب عليها تنفق علي. تعيني، تعيني في البيت، لا تعيني في خارج البيت. واحد يقول لك طيب زوجتك تعينك، تعيني في داخل البيت، تعيني تهتم بأمور البيت، أمور الأولاد مثلا ولا كذا، تهتم بها الزوجة هكذا، تعين زوجها في ذلك. وإذا احتاجت الخروج إلى العمل في حال الفقر، في حال عدم وجود يعني يعني ما دخل جيد يساعدهم على الحياة وكذا، في هذه الحالة يعني حالة اضطرار، والله المستعان. شكرا، جزاك الله خير.